تمام. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه بقى؟ نبص كده. انا كل اللي انا بعمله بنقل للتوسيط زي ما انا شايف قدامي كده. اول حاجه ادي الطرف الموجب اهم، واصل بايه؟ واصل بطرف مقاوم. ادي الطرف الموجب اهو واصل بطرف مقاوم. واصل ازاي؟ عن طريق ان الصف رن ايه واصلين لبعض، في واصل لبعض. بعد كده طرف المقاومه الثاني واصل بطرف المقاومه الثاني، الاثنين مشتركين مع بعض. بعد كده الطرف الثاني بتاع دي واصل لايه؟ طرف الاثنين هم مشتركين مع بعض. بعد كده الطرف بتاع دي واصل بيه بالسالب بتاع السورس، ادي السالب بتاع السورس اهو واصل بس كده. يبقى انا كده وصلت دايره سيده. مطلوب مني اعمل ايه بقى؟ اقيس الفولت اللي على كل مقاومه واقيس التيار في الدايره. الفولت اللي على كل مقاومه قلنا بعمل ايه؟ ابدا اظبط ده الفولت ميتر وابدا اجي برلل على المقاومه اللي انا عاوز اقيس الفولت عليها. ادي المقاومه اللي انا عاوز اقيس عليها، دي واحد طلع بكام؟ 32% فولت. دي 2 ادي المقاومه الثانيه اهي 1.44. ثالثه 2.28. لو جمعت الثلاثه هيطلع لي 5 فولت اللي احنا بنلاقيها. تمام. يبقى انا كده قست في 1 في 2 في 3. طب انا عاوز اقيس التيار اللي في الدايره. المفروض التيار ما بيتجزاش هنا، السيريز ما بيتجزاش. طب قلنا بلازم انا اوصل ده لايه؟ سيريز معايا في الدايره. تمام. طيب اول حاجه بظبط ده النوع اميتر دي سي. فين الدي سي؟ تمام. طيب يعني ايه سيريز؟ يعني يتحط معايا في المسار بتاع الدايره عشان يخش في التيار. طب عشان احطه في مسار الدايره اعمل ايه؟ لازم انا اقطع في الدايره واحطه هو يوصلني المكان اللي انا اقطعه. طيب عشان اقطع في الدايره، الدايرة هنا زي هنا زي هنا زي بص، فانا هقطع في اي مكان. فانا هقطع فين؟ هقطع مثلا هنا اهو، شلت ده اهو. تمام. واحطه في اي مكان، ثبته بس كده. عشان ده لازم، بصي عشان احط اميتر لازم الاميتر يتحط في المسار بتاع الدايره. بحطه ازاي في مسار الدايره؟ لازم انا اقطع المكان اللي انا هحطه فيه، وهو اللي هيوصل لي المسافه. عن طريق ان انا هحط الموجب في الداخل والسالب فين؟ هنا اهو. ترى لي كام؟ 48%. تمام. انا واقف على رينج ايه؟ 2 ملي امبير. يبقى انا 48% ملي امبير. يبقى انا كده قست التيار 8% ملي امبير. لو انا قسمت الفولت دول على مجموع المقاومات هيديني 48% ملي امبير. طيب بعد كده هرجع ده تاني. بس يبقى انا كده ايه؟ قست في 1 وفي 2 وفي 3 وقست التيار وعاوز اقيس بي توتال. هقيسه من هنا لاما على السلكتين اهو، على السلكتين اللي انا مدخل ادي ده اهو وادي اهو. انا مش مخليه في الاميتر. ايه 4 يبقى احنا شغالين داخل الكاميرا. 4 هو كان داخل 4 فولت، يبقى الدخل بتاعنا 4 فولت. تمام كده بس كده. يبقى احنا كده عملنا دايره. في مشكله فيها كده؟ نبدا نوصل دايره البرل. دايره البرل عباره عن ايه؟ قلنا لو بصينا كده انا برضو ببص هنا وابدا احط النار بتاعتي. فانا المفروض اول حاجه ايه؟ طرفين السورس. فاحط طرفين السورس هما في اي مكان. لازم اتاكد ان هي داخله. طيب ماشي. طيب انا لازم اتاكد ان السلكتين داخله. انا اول حاجه ببص هنا على الدايره وابدا احط كومبوننت بناء على النقط اللي قدام على الدايره. فانا دلوقتي الدايره اول حاجه عندي الطرفين بتوع السورس. تمام. هحطه. تمام. طيب هما كده متوصلين ببعض الطرفين؟ لا انا قلت كده مش واصل، انما كده هو اللي واصل. تمام. فانا هما فعلا مش واصلين ببعض اهو.
طيب بعد كده هلاقي المقاومات بارل معاهم. يعني ايه بارل معاهم؟ يعني طرف المقاومه بطرف السورس، طرف المقاومه بطرف السورس. يبقى نجيب كل مقاومه ونحطها بارل معاهم. ادي اول مقاومه هي بارل. يعني ايه؟ يعني هنا طيب ده بعيد شويه نقربه تاني شويه. تمام. طيب بعد كده المقاومه الثانيه طرفين بتوعها بقى خلاص. يبقى لو في مقاومه ثالثه بره نحطها، مش مهم ثالثه بره للبره. طب مطلوب مني هنا اقيس الفولت واقيس التيار. تمام. هقيس الفولت دلوقتي عندي في السيريز في البارل بيحصل له تجزئ. البارل الفولت بيبقى ثابت، يبقى المفروض ان انا اقيس الفولت التوتال هو نفس في 1 نفس في 2. نبدا نقيس كده. ادي الفي توتال اهو من على السلكتين او من جوه السورس اهو، ادي ان هو كام؟ 4 فولت. تمام. هنقيس في 1 ده كده اللي هو بارل اللي على المقاومه دي واحد. بحط طالما انا اقيس فولت هو ايدك والله بيضل شايف الموبايل اللي مش شغال. انا حاسس ان واحد بيراقب. طالما انا هقيس فولت ببدا اوصل بارل. هو ايدك كده بص، ببدا اوصل بارل مع المقاومه على المقاومه. فولت بقيس بارل والثانيه برده بقى 4. طبعا المقاومه الثانيه ماشي، المقاومه الثالثه 4 برده بالفولت ثابت. طب انا عاوز اقيس تيار، قلنا لازم اقطع في المكان اللي انا عاوز اقيس التيار فيه. فانا عاوز اقيس مثلا الفي توتال، الاي توتال. الاي توتال يعني فين؟ يعني بين السورس وبين المقاومات. فين بين السورس وفين بين المقاومات؟ يبقى هنا بين السورس اهو والمقاومات. يبقى افصل السورس واحطه في اي مكان تاني. تمام. وابدا احط الاميتر بتاعي بين. يعني هو السيستم بتاع السورس لازم يكون متوصله على المقاومه. ممكن احط السورس ده هنا عشان احط هنا. هم بص احنا بنبص هنا ونرجع هنا. انا دلوقتي النقطه بتاع السلك السورس ده واصل بسلك المقاومه، لازم الولادين واصلين له بقى. تمام. هبدا احط بقى الاميتر بين. ادي الاميتر، ادي الطرف الموجب اهو، ادي الطرف ده فصل سامع التيار ده لازم نعدي. ايوه مش كده في الهواء ولا لازم انا بس عشان ابقى ضامن ان انا احطه يبقى ثابت في مكان. يعني هو كده كده مش واصل بالدايره، بس انا بثبته في مكان عشان اعرف اقيس. تمام. فقاري هو قدامي كام؟ 7. انا عاوز اقيس التيار التوتال. تمام. التيار التوتال يعني ايه؟ يعني اللي هنا اللي خارج من السورس. فانا لازم احط اللي خارج من هنا. ماشي. طب عشان اقيس التيار اللي خارج من هنا لازم احط الاميتر في النص الحته دي. طب احطه ازاي؟ لازم اقطع ده انجا. ماشي. انا هقطع ده هنا. بعد كده ابدا احط ده بين. انا هو اللي هحط ده بين. ماشي. بس كام؟ 7.4. انا واقف على رينج من مني، يبقى 7.4 ملي امبير. بس. طب بعد كده خلاص انا قست البي توتال الاي توتال. عاوز اقيس اي واحد اي اتنين، يبقى انا ارجع تاني الدايره من المكان اللي انا قطعته ويرجع مكانه تاني. بس انا فاصل الدايره. تمام. طيب انا عاوز اقيس التيار فين؟ في اي اتنين واي واحد بس. فهبدا اقطع الرجل بتاعت المقاومه ار واحد اللي ماشي فيها ايه؟ اي واحد. خلاص اهي هقطعها. يعني مش على صف واحد، مش على صف واحد، حاططها في مكان تاني. اه تمام. وهبدا احط الاميتر بين دي بين اللي انا قطعتها دي.
الجراوند هي المفروض انا عاوز اقيس ايه اي واحد اي واحد اللي هو ماشي هنا يبقى انا هقطع ده عند ده بحط الاميتر بالمالي انا قطعت ده هو بحط ده قاس كام قاس 6 من 10 6 ملي امبير ارجع ده تاني عاوز اقيس اي 2 هقطع الرجل بتاعت اي 2 وابدا اوصل ده الثانية بتبقى فين المشكلة؟ الثانية على الجراوند اس كام 1.3 واحنا كان المجموع كلي كام 7.3 6.1 كلي كان 7.3 كده الدايرة البرن ايه المشكلة؟ تعال الجنريت الدوائر الثانية ولا الدوائر؟ لا فوق فوق لحد ما طيب انا المطلوب مني ايه ادخل اول حاجة هنا دائرة الكاركترستيك المفروض عندي ايه طرفين متقاطرس برضه انا هحطهم برضه زي ما كان دائرة بتاعة الكاركترستيك بتاعة الدائرة فورورد بايس تمام كده انا حطيت الطرفين بتوعهم طيب بعد كده عندي المقاومه المتغيره دي هلاقي الطرفين اللي بره بتوع واصلين بايه الطرفين السورس اللي في النص هو النص تمام فادي الطرفين اللي بره المفروض بقى ايه دي المقاومه طب نحطها بعد كده احنا نظبط لازم سلوك لا لازم سلوك اصعب خلاص عايزين ثلاث سلوك سلك ها احسن خلصتوا الدكتور ولا محدش حضر انا شايف ان السالب في اي مكان تمام كده طيب بعد كده المفروض بقى ناقص فقر اللي هيلبس التجربة دي أنا هيلبس التجربة دي حظ اللي هيجي يغير هيلمس الأطراف مع بعض السلوك اللي انت حاططها دي بره مش هتنفع في السلوك تاني انت عايز حاجات زي كده صح؟ اه تكون فيها عز بص بص خد كده طب الكاميرا مش عايز بتعمل ايه عشان اول نجيب ايه يعني؟ اول انا المفروض دلوقتي المقاومة لها ثلاث اطراف وان طرفين يوصلوا للطرفين بتاع السورس واللي في النص خلاص ما هو موبايل واحد هيتصور تمام انا عندي الطرفين من اللي بره القدر دول هم اللي واصلين بطرفين السورس احنا مش شايفين حاجه وديع اثنين وصار اثنين وصار الاثنين بتوع السورس وواحد اللي في النص بتاعه هو اللي هيوصل للطرف الضيق تمام اه ماشي بس كده يبقى احنا كده وصلنا بس الاول ان المفروض اظبط ده على كام على 2 فولت انا هنوصل ده كده اهو مش ده اللي احنا فيه عايزين 2 ابو اه مطورك يا ريت كل ده هنعمله ولا حد كل ده هنعمله في ربع ساعه ازاي طب يا باشمهندس ولا محتاج اصلا دقيقتين قلل اثنين بس طيب بعد كده بقى المفروض هعمل ايه هبدا اوصل ده انا عاوز اقيس البولت اللي على الضايد يكون 1/10 هبدا اوصل دون برل مع الضايد اهو بس ثواني المفروض انا عندي طرف الضايد دون هيرجع على مين على الجراوند انا عاوز السلك تجيب دون على الجرام صح فين السلك فين السلك
دي 10 متر سلكون. تمام. انا دلوقتي انا هو اول حاجه في قلم باشمهندس ممكن ناخد في ضايد هنا باشمهندس ممكن ناخد السلك بتاعه السلك اهي. اهم المفروض هنا دلوقتي ايه؟ انا عندي النقطه اللي هي في النص وصلت بطرف الموجب بتاع الضايد بتاع المقاومه، بعد كده طرف المقاومه يوصل للموجب الضايد، بعد كده السالب بتاع الضايد هيوصل مع مين؟ مع الجراوند. يبقى انا عاوز السلك توصل السالب بالجراوند. طب هو فين الجراوند؟ هو الجراوند اللي هو الطرف الاسود ده احنا موصلينه فين؟ تمام كده. بس ابدا بقى ايه اوصل دون بارلل مع الضايد واغير من هنا لحد ما يقيس 1.10 فولت ده. ماشي خليك انا هموت يا بنوب. لا حد بقى يغير في المقاومه المتغيره بحيث ان هنا يقيس 1.10. قلل لا زود لحد ما يقرا قدامك 1.10. ارجع بس. بس انا دلوقتي بقيس ايه؟ انا المفروض بيجي لي جدول كده مع دي، بيجي لي جدول كده في اف واي اف. تمام. انا بظبط بقى 1.10 2.10 لحد 7.10. وعند كل فولت اشوف التيار بتاعي ماشي في الدايره قد ايه. فانا دلوقتي انا قست الفولت كام، غيرت الدايره الاصل ان الدايره عليه 1.10 فولت. ابدا اشوف التيار اللي ماشي في الدايره اشوفه ازاي. عاوز بقى اقطع هنا في الدايره اوصل الامبيتر بتاعي تاثير الدايره، اقطع فين المكان دوت بين الدايرتين بين المقاومه والدايره. افصل اهو انا المقاومه اهي وده اظبطه اميتر. المفروض يبقى معانا 2 اميتر 2 ام. وده بين المقاومه والدايد اهو. حد يشوف ايه كان 3% مايكرو امبير. تمام 3% مايكرو امبير. طب لو جبته على الملي عايز حد يظهر الافو بره كده، يزق الافو بره شويه بره زيرو. ليه؟ لان القيمه بالملي القيمه الثانيه اصلا بالمايكرو. فانا كده انا طلعت كام؟ 3 من مايكرو ملي امبير. 3 من مايكرو 3 من 100. تمام. طيب هعمل ايه تاني؟ هروح جاي مرجع دي في مكانها تاني اللي هو دوت. لا افتح بس الفيديو كده. تمام. وابدا اعمل ايه؟ اقيس تاني على تاني فولتميتر دي كله في ربع ساعه. انت المفروض ازود فولتميتر وتعمل لي هنا 2 فولت 2.10 فولت. زود يا ابني اللي كان بيزود يزود 2.10 بس. بس ولا لو ياكل سيبها خلاص. ادي 2.10 اهي. انا هعمل ايه؟ جبت كده 2.10 هقطع تاني في الدايره بين المقاومه والدايد واحط دون اميتر واشوف الفولت التيار بطاريه 3.10 4.10. طب نشوف كده عند ال 4.10 زود لحد ما يجيب 4.10. حاضر ارجع سنه بس دي كده 4.10 فولت اهي. شوف التيار نقطع هنا بقى تاني يا كام؟ ايس صفر لا زيرو صفر. 14 من 1000 كام؟ ملي امبير. انا واقف على الملي. 14 من 1000 ملي امبير. يبقى عند ال 4.10 قيس 14 من 1000 ملي امبير. خلاص بقى
2 طيب رجعناه تاني نقيس عند 6 من 10. زود المقاومة لا زود نشتغل لحد 7 من 10 بالنظام ده بس بس 6 من 10 قدامنا نفل عاوزين نشوف الطائرة عندها كام ما انتوا هيطلب منك 3 قيم بس ما تلغيها التجربة دي انا لو معايا 2 افو انا بقيس وبغير وفي نفس الوقت التاني بيقرا لي مش هقعد نفس اللي اعمل ده واصل جاي ناس كام 1 ملي امبير كان الاول بيقيس مايكرو بعد كده عند 4 من 10 قاس قيمه من 1000 ملي امبير دلوقتي قاس كام 1 ملي امبير فزاد عند 6 من 10 زاد امبير وهكذا بس دي كده حد عند في ايه تاني الهوفويف دي حد شغال على السكوب فيكم احنا كده انا تعبت يعني ايه دي جاهزه اه لو معاكم جاهزه